السمك طبعا، ولكن أي نوع من السمك؟ إنهم يمدون الشباك لمسافات طويلة. انتظروا، سنعرف بعد قليل. إنهم يسحبون الشباك الآن. يا سلام، الشباك مليئة بالسمك. إنه سمك السردين. صحيح، السردين لونه فضي. يجمعونه الآن في صناديق وينقلونه للسوق. لماذا يرمون هذه الأسماك على الأرض؟ ينشفون بعض السمك تحت أشعة الشمس ليستعملونه فيما بعد كسماد للأرض وعلفاً للطيور.